الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام. إحنا شنو؟ إحنا أيام مو أكثر، وتتمضي تمضي. يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما مضى يوم مضى بعضك. رواية كلش فيها عبرة عميقة. إنما إحنا شنو؟ لسنا إلا أيام. أمس ذهب أم لم يذهب؟ ما الذي ادخرته في الأمس اليوم غد؟ من خل نفكر، أمس ما الذي صنعت؟ أكرمت يتيما؟ دافعت بقلمي أو لساني عن مستضعف أو عن أمة مستضعفة أو عن مظلوم؟ كتبت كتابا عن فضائل المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أو مقالة أو دراسة؟ تكلمت مع شخص جامعي أو بقال أو عطار لكي أهديه سوء.